انتوا مش معمول لكم ميوت تمام يا جماعة ولا ايه؟ تمام. احنا الموضوع بتاعنا النهاردة دي خلاص اخد محاضرة، كل سنة بقى وانتم طيبين. مين اللي بصراحة هي سايكاتري يعني بشكل كبير جدا، والستادي نوتس اللي عندكم فيها سايكاتريك ديس اوردرز كتير. انا بصراحة شلت منها حاجات كتير خالص، وانتوا هتبقوا ملزمين بس باللي هيتقال النهارده في المحاضره واللي موجود بس في المحاضره. الاستادي نوتس شلت منها حاجات كتير خالص، لان المفروض ان احنا لو هندخل ان ديبث في الـ في الديس اوردرز دي يعني لا مش هت يعني مش هتتشرح كده، المفروض تتشرح لكم الناس بتوع سايكاتري يعني من سايكاتريست. فاحنا هناخد السليبنج ديس اوردرز والانيوريسيس والانكوربيزيس، دولت يعني ايه، وسوبرفيشيال كمان يعني مش هندخل ان ديبث فيهم قوي، لان برضو بقول لكم هو الفكره ان هم سايكاتري والتخصص بتاع الفاميلي ميديسن المفروض انك بتاخد القشور بتاعت كل حاجه. فاول حاجه ان شاء الله هنبدا بيها هي السليبنج ديس اوردرز، بس علشان نبدا السليبنج المفروض ان احنا نبقى فاهمين النورمال فيسيولوجي بتاع السليب. الفور ستيجز اللي سليب بيبقى ليه فور ستيجز، نون ريم وريم. يعني ايه ريم؟ اللي هي رابيد اي موفمنت. النون ريم بتاخد 3 ستيجز، والريم بتاخد الربع بس اللي سليب اللي هي الستيج 4 بس. تمام. اول حاجه ستيج 1 ترانزيشن بيريود، ما بين ان الواحد يبقى صاحي ويبقى نايم، بتاخد من 5 ل 10 دقائق بس. الستيج 2 البادي تمبريتشر بتقل والهارت ريت بيبدا يقل، وكمان هتلاقوا البلاد بريشر والريسبيراتوري ريت كل ده بيبدا يقل، وتبدا تظهر بروديوس سليب سبندلز. دي حاجات في الاي اي جي بنشوفها يعني. بتقعد قد ايه؟ بتقعد 20 مينتس. ستيج 3 بيحصل فيها ماسل ريلاكسيشن، البلاد بريشر والبريثنج ريت بيبقوا في اقل مستوياتهم تقريبا، ودي الديبست سليب. نيجي بقى للريم اللي هي الستيج 4، البرين هيبقى مور اكتف، البادي هيبقى ريلاكسد خالص وما بيبقاش فيه موبيلايزيشن. بتحصل بقى الدريمز، بتحصل في الريم، الدريمز اللي احنا بنعرف نفتكرها بتحصل في الريم، والاي موف رابيدلي. والتقسيمه دي هتفيدنا بعد كده الديس اوردرز بتحصل في انهي ستيج من دول، في الريم ولا في النون ريم. طب الحاجات اللي بتحصل في انهي واحده فيهم بنعرف نفتكرهم، الحاجات دي بالنسبه لنا هتبقى مهمه جدا في اللي جاي. طيب الانسان وهو بيتطور من هو نيو بورن لحد ما بيبقى ادلت، بيبقى في تطور للسليب معاه والشكل للسليب، سواء في الديوريشن بتاعت التوتال سليب او في السليب سايكل. انتوا عارفين ان السليب زي ما احنا اتفقنا كده دولت فور ستيجز، بتبقى ماشيه في سايكل، والسايكل دي ليها وقت معين. الوقت ده بيبدا من واحنا صغيرين بوقت، وبعد كده واحنا طول ما احنا بنكبر الوقت دوت بيزيد. هنشوف دلوقتي الديفلوبمنتال اسبيكتس بتاعت السليب. اول حاجه هنتكلم على الديوريشن، الديوريشن بتتغير. تاني حاجه هنتكلم على الديوريشن بتاعه التوتال سليب اللي هتكلم عليها دلوقتي، الديوريشن بتاعه التوتال سليب. الثانيه هتبقى الديوريشن بتاعه السليب سايكل. طيب بتاعه التوتال سليب لو انا بتكلم على من نيو بورن لانفانت، دول بيناموا من 12 ل 16 ساعه. طيب كبر شويه وبقى من سنه لاثنين بيناموا من 11 ل 14 ساعه. للتشيلدرن عن 3 ل 5 سنين لحد 13 ساعه، ومن 6 ل 12 بيناموا من 9 ل 12 ساعه، الافريج بتاعهم بيبقى تقريبا 11 ساعه. للتشيلدرن لحد 18 سنه، احنا بناخد الادلت من بعد ال 18 لحد 18 سنه بيبقى الافريج بتاعهم تقريبا 9 ساعات، وعند 18 سنه بيبقى الافريج من 7 ل 8 ساعات. يعني الادلت بقى المفروض ان هم بيناموا من 7.5 ل 8 ساعات، ده التوتال سليب ديوريشن اكوردنج للامريكان اكاديمي اوف سليب ميديسن. طيب السليب سايكل بقى بتبقى في اليونج تشيلدرن 45 نايتس،
و60 في 9 years old، وعند سن بعد سن 10 سنين بتبقى زيها زي الادلت من 90 ل 110 minutes تقريبا. بنقول ان السليب سايكل بتاخد ساعة ونص. النسبة بتاعت الريم والنون ريم تقريبا بتبقى قد بعضيها في النيو بورن، وبتبدأ تقل بعد كده البرسنتج بتاعت الريم كل ما نكبر لحد ما توصل ان هي بتبقى بس ربع السليب، او كمان في ريفرنسز تاني بتقول ان هي خمس السليب. تمام. طيب السليب ديس اوردرز بقى بتتقسم لحاجتين كبار، ديسومنيا وباراسومنياز. تمام. الديسومنياز بتشمل حاجتين برضو كبار اسمهم انسومنيا وهايبرسومنيا. يعني ايه انسومنيا؟ هنتعرف عليها في اللي جاي، بس هو بالعربي اللي هو الارق. هايبرسومنيا يعني ده بينام كتير، والاثنين بيحصلوا في المود ديس اوردرز بالذات الدبريشن، سليب ابنيا، ناركوليبسي، وريستلس ليج سندروم، وإديوباسيك هايبرسومنيا أو إنسومنيا، في منهم تايبس إديوباسيك. تمام. طيب لو جينا للباراسومنيا هنقسمهم حاجتين، حاجات بتحصل في النون ريم وحاجات بتحصل في الريم. الحاجات اللي بتحصل في النون ريم السليب تيرور والسومناميوليزم. السومناميوليزم ده اللي هو السليب ووكينج، ده الترمينولوجي التاني ليه. ده ممكن يجي لكم سؤال اسالكم الترمينولوجي ده معناه ايه. تمام. الريم بقى بيحصل فيها نايت ميرز. تمام. هنعرف الفرق، هتقول لي السليب تيرور والنايت ميرز ما هم تقريبا مرادفات لبعضهم. لا، احنا هنعرف الفرق ما بينهم دلوقتي. وريم سليب بيهيفير ديس اوردرز في التو ستيجز ممكن يحصل السليب توكينج، يعني ممكن يحصل في النون ريم وممكن يحصل في الريم. التقسيمه دي مهمه ابقى عارفه مين بيحصل في الريم ومين بيحصل في النون ريم. في جمله كده بتجمع كل الديس اوردرز بتاعه السليب، او على الاقل تايب من كل كاتيجوري كبير من السليب، اسمها اي هاف كونستنت بروبلمز سليبنج ريجولر. الأول حرف من كل واحدة منهم، إنسومنيا، هايبرسومنيا، سيركاديان ريزم، سليب ووك ديس أوردرز، باراسومنيا، سليب أبنيا، وريستلس ليج سيندروم. طيب هو ده مخطط تاني يفكركم بشكل السليب ديس أوردرز في الأطفال. احنا قلنا كاتيجوريز الكبار، الإنسومنيا اللي هي بتشمل إنسومنيا اللي هي الديسومنيا، يعني بتشمل الإنسومنيا والهايبرسومنيا والباراسومنيا، وعندي السنورينج والسليب أبنيا بيدخلوا تحت البريثينج سليب ديس أوردرز والريستلس ليك سندروم. ممكن احسبها لوحديها وممكن اعملها مع الموفمنت الليمب موفمنت ديس اوردرز ديورينج سليب. دول الكاتيجوريز الكبار بتاعه السليب ديس اوردرز. انا لما بيبقى عندي حد بيشتكي من سليب وببدا اعمل اسسمنت للكلام ده، لما بيطلع عندي بعمل معاه انترفيو، بيطلع عندي كومبلين ببدا اعمل سليب باري. سليب باري ده سواء البيرنتس هم اللي هيملوه او الطفل هو لو عمره كبير شويه هو اللي هيملاه لي. وبعد السليب دايري انا بخليه يسجل هو نام امتى، صحي امتى، حصل حاجه في النص ولا لا. سليب دايري بيبقى بيشمل الاسئله دي، ولو ما تجاوبتش عليها في السليب دايري بعمل استرس عليها وبسألها تاني. هو امتى بيدخل السرير؟ طب بياخد قد ايه عقبال ما بينعس؟ طب الفريكونسي والديوريشن بتاعت صحيانه بالليل كم مره؟ طب التايمنج والديوريشن بتاعت لو بينام نابس الظهر او العصر بتبقى التايمنج والديوريشن بتاعها قد ايه؟ التايم بتاع انه يصحى من النوم الصبح بيصحى كل يوم في ميعاد ثابت ولا كل يوم وهو وحظه؟ التوتال ديوريشن اوف سليب. يعني دولت مهم جدا ان يتجاوب عليها. طيب وصلنا بقى هنعرف الانسومنيا. الانسومنيا ترابلز بتحصل انه يدخل في النوم، او يعني ينفع الثلاثه يبقوا مع بعض او بينهم كل واحده تبقى او يعني انه عنده مشكله في انه يدخل في النوم، او عنده مشكله انه هو يفضل مكمل نوم، او عنده مشكله انه بعد ما يصحى من النوم قام مثلا دخل تويلت قام شرب انه يرجع تاني للنوم. تمام. قام صلى الفجر مش عارف يرجع تاني للنوم. يبقى الانسومنيا تشمل يا اما واحده منهم يا اما كلهم مع بعض فور ات ليست 3 نايتس بير ويك في for the past 3 months. تمام. يبقى لازم يبقوا 3 ليالي في الأسبوع في 3 شهور اللي فاتوا.
ده تعريف الانسومنيا، وده مهم جدا. الاعراض بتاعت الانسومنيا: نوم غير مريح، بيبقى عنده ديبريشن، بيبقى عنده نايت ميرز، بيصحى الصبح تعبان، بيصحى بالليل كتير، بيصحى بهيدك. اسبابها ممكن تبقى ايه؟ ممكن تبقى نايم في حته مزعجه، المكان اللي بينام فيه السرير مش مريح، السرير ساقع بزياده او الجو حر بزياده، او هو اصلا عنده ستريس. هنعمل ايه؟ احنا هنقول في الجود سليب هايجين دلوقتي هنعمل ايه. طيب يعني ايه باراسومنيا بقى؟ ايبيثوديك نكتورنال بيهيفير بتبقى فيها مشكله كوجنيتيف ديس اورينتيشن مع اوتونوميك او سكليتال ماسل ديستورب. يعني عندي مشاكل كوجنيتيف وعندي مشاكل ممكن زي ما قلنا كده الليمب موفمنت ديس اوردرز، تمام؟ يبقى سكليتال ماسل ديستوربنس، اوتونوميك ديستوربنس، تمام؟ لما بيجي حد يدخل في ايتنج ديس اوردرز، كل القصه دي ممكن ادخلها تبع السليب. اهو دي الباراسومنيا، هي متقسمه ريم ونون ريم والاذر باراسومنيا. اللي هيفرق معانا واللي هنتكلم عليه تفصيلا شويه في النون ريم السليب ووكينج والسليب تيرور، وهنتكلم في الريم على السليب باراليسز والنايت ميرز، وتبقوا عارفين اسامي الحاجات الثانيه: سليب انيوريسز، سليب ايتنج ديس اوردرز، وهكذا. يعني مش عايزه الموضوع تفصيلا، بس اللي هنتكلم عليهم دول تبقوا عارفين هم في الريم ولا في النون ريم وايه الفروقات اللي ما بينهم. دي ده جدول بيقول لي ايه الفروقات ما بين السليب تيرورز والسليب ووكينج نايت ميرز والسليب باراليسز، الايج بتاع كل واحده شويه يعني مختلف سنه. السليب تيرورز بتحصل من 4 سنين ل 12 سنه، دي يعني تعتبر اقل ايج فيهم بيحصل فيها السليب تيرورز. سليب ووكينج برضو من 5 ل 12. نايت ميرز بتحصل في اي ايج، وبيبقى اكتر معاها انكزايتي ديس اوردرز. والسليب باراليسز بتحصل غالبا في الادلت، بس برضو ممكن تيجي لي في اي ايج. بيحصلوا في انهي ستيج؟ السليب تيرور والسليب ووكينج اتفقنا ان هما في النون ريم، النايت ميرز والسليب باراليسز بيحصلوا في الريم. الفرق الجوهري ما بين السليب تيرور والنايت ميرز واللي هنقوله في السلايد الجايه، ان انا بصحى من السليب تيرورز بيصرخ بيزعق، ما بيفتكرش اي حاجه من اللي حصلت. يعني حد يصحى يقول له انت مالك بالليل كنت بتزرق صرخ ليه، حاولنا نصحيك مش عارف ايه، وما بيفتكرش اصلا اي حاجه من الكلام ده. لكن النايت ميرز بيعرف يفتكر الحلم الوحش اللي كان حلمه، تمام؟ السليب ووكينج بتحصل في 15% من التشيلدرن، وممكن تعمل انجري، ولازم اخلي بالي ان انا مأمنه المكان اللي نايم فيه الطفل كويس جدا، الشبابيك مقفوله كويس جدا. والقصه دي عامله زي الالرجي كده، كل ما بيكبر كل ما بتتحسن وبتقل. السليب باراليسيس بتحصل مع حالات معينه في السليب ديس اوردرز. النايت ميرز والنايت تيررز او السليب تيررز، الفرق ما بينهم اتفقنا دي بتحصل في الريم ودي بتحصل في النون ريم. النايت ميرز بيفتكرها، التيرور ما بيفتكرهاش. نايت ميرز بيبقى محتاج حد يهديه، حد يصحيه يفوقه ويطلعه من الحلم ده ويهديه. لكن السليب تيرور مهما صحيته وما صحيتوش وما بيفرقش معاه الكلام ده، هو اصلا مش بيبقى كونشوس خالص. عندنا حاجه اسمها سليب هايجين وجود سليب هايجين. هعمل ايه في الجود سليب هايجين؟ انا هدفي منه ان انا احسن السليب كواليتي، وبالتالي لما اتحسن السليب كواليتي هبدا احسن السليب ديس اوردرز اللي عندي. اعمل موديفيكيشن في الدي تايم وفي البيت تايم وفي النايت تايم براكتس، الحاجات اللي بعملها بالليل، الروتين بتاعي بالليل ده بيديلي بوزيتيف امباكت على ايه؟ على سليب انيشيشن، بدايه دخولي في النوم، واستمرار النوم، المينتنس والكوانتيتي والكواليتي بتاعه السليب والانفايرمنت. طبعا زي ما اتفقنا السرير، الجو حواليا، نويز، درجه حراره الاوضه مهمه جدا. ايه اللي المفروض اعمله روتين لي علشان احسن السليب كواليتي بتاعتي، وايه اللي المفروض ابعد عنه؟ يعني المفروض ان انا ادخل السرير كل يوم في نفس الميعاد، ان ادخل سرير واحد كل يوم، بنام في حته مش كل يوم بغير اوضه، سليمنج الون، مفيش كافيين
قبل النوم من 6 لـ 8 ساعات. بحاول اخلي لو هيبقى فيه نابس تبقى قبل النوم بـ 4 ساعات، ويستحسن ما يبقاش فيه نابس الظهر الا اذا كان اطفال صغيرين ومحتاجين نكمل لهم عدد ساعات النوم، فدي بتبقى لازمه. كالمينج بيد تايم روتين، سواء انا هعمل فيزيكال اكتيفيتي، هتمشى، هعمل اي ريجولار اكسرسايز بس يبقى هادي، او حد هياخد شاور ويدهن كريمات والكلام ده، كل دي بيبقى اسمها كالمينج روتين. وجيتنج اوت اوف بيد، كل يوم بصحى في نفس الميعاد، كل يوم بصحى في نفس الميعاد. طيب ايه اللي المفروض ما اعملوش؟ drinking lots of liquids قبل النوم، بيضطر كل شويه يقوم يدخل الحمام، بيعمل حاجات stimulating قبل البيت تايم، يعني ماسك الموبايل وقاعد يتفرج على السوشيال ميديا وبيعزي ده وبيهني ده وبيبارك لده وبيضحك على نكته صاحبه وبيتخانق مع صاحبه التاني، كل دي stimulating، بتعمل stimulating للبرين ان انا ستيل انا صاحي، وستيل البلو ويف لينث اللي بيطلع من السكرين بيحفز البين ما تطلعش الميلاتونين، احنا لسه الصبح، لان البلو لايت دوت مش بيدي انديكيشن للمخ احنا لسه الصبح. ان انا استخدم السرير لاي اكتيفيتيز بين، يعني هو صحي من النوم، الشخص ده صحي من النوم الصبح، قعد فطر على السرير، خلص شغله على اللاب على السرير، وذاكر على السرير، وكلم اصحابه على السرير، ولعب ببجي على السرير، عمل كل حاجه على السرير، وبعدين جاي عايز ينام. فلا، هو مش السرير كده بقى لكل حاجه، مش للسليبنج بس. بنحط الطفل في سريره بعد ما يدخل في النوم، لا، يبقى putting the child to bed after falling asleep، لا، يعني الفكرة مش كل يوم أنا بنيمه أهزه الطفل دوت ونيمه بره وبعدين أحطه في السرير، ما هو كده هو ما فيش، ما تعودش ولا مرة إنه هو falling asleep وهو جوه سريره. تمام، ده تلخيص للي احنا قلناه. مفيش اي سكرين تايم قبل النوم بساعتين. بقفل الستاير لما اجي انام. الكافيين يبقى بعيد عن النوم 6 لـ 8 ساعات. لو زي ما قلت لكم، لو اي كريمات او اي برفانات او القصه دي كلها، اقرا كتاب، اقول اذكار، اعمل ريلاكسيشن باذكار، بقران، باي اي مديتيشن يحاول يدخلني في جو النوم. ده الموضوع بتاع السليب ديس اوردرز. الحاجة التانية اللي نتكلم عليها الانيوريسيس. الانيوريسيس مين اللي احنا نتكلم عن النوكتورنال انيوريسيس، بس فكرة عامة عن فكرة الانيوريسيس. عند الايج بتاع 2 سنين بيبقى نسبة الاطفال اللي دراي ديورينج داي 25% وديورينج نايت 10%. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان اقول لكم انه هو فعلا قليل قوي، او يعني مش حاجه قد ابدا ان الطفل يبقى جاب السنتين وهو ستيل بيعمل على نفسه الصبح او بالليل، يعني بالذات بالليل 10% بس اللي بيبقوا دراي يورينج نايت. حد ما نوصل لـ 3 سنين بيبقى 98% من الاطفال دراي يورينج داي و 78 دراي يورينج نايت. النكتورنال انيوريس في بقى في منه برايمري وفي منه سكندري. يعني ايه برايمري؟ يعني هو ما قطعش من ساعه ما كان بيلبس البامبرز فهو مكمل، يعني ما فيش في مره بقى دراي. والسكندري لا، ده في 6 شهور فضل هو دراي دي اند نايت، وبعد كده رجع تاني يبقى عنده بيد ويتنج او نكتورنال انيوريس. طيب سبب البرايمري بيبقى delayed في maturation، ودي ساعات كتير بتمشي تبقى familiar running runs in families، أو idiopathic أو sleep disorders أو anatomic abnormalities في البلادر. طيب السكندري بقى UTI idiopathic، حاجة حصلت له psychological trauma أو child abuse، cystitis، diabetes، حاجات كتير جدا، neurogenic bladder، cerebral palsy، وهكذا. في حاجات أسباب كتير جدا للسكندري. تمام، احنا مين اللي هنتكلم على النوكتورنال انيوريس، فمش هتكلم قوي على الدايورنال انيوريس. ايه الكلاسيفيكيشن بتاعه النوكتورنال انيوريس؟ اتفقنا ان هي برايمري وسكندري. البرايمري ما فيش اي سيجنيفيكانت دراي بيريود،
سكندري قعد 6 شهور. سكندري بيبقى مور كومن ان جيرلز اكتر من البويز. في تقسيمه تاني للانوريز ان هو يبقى مونو سيمتوماتيك او نون مونو سيمتوماتيك. المونو سيمتوماتيك ده اللي هو بيبقى النايت تايم ويتنج بس او البيد تايم ويتنج هو الاونلي سيمتوم. لكن النون مونو سيمتوماتيك بيبقى في الغالب سيكندري وبيبقى معاه نايت تايم ودي تايم سيمتوم سواء بقى يو تي اي او حتى دي تايم ويتنج ما بيبقاش دراي في الدي تايم. هو ايه يعني ايه nocturnal enuresis؟ يعني night time bed wetting in children 5 years of age او اكتر. يعني مش لازم يبقى 5 years، ممكن يبقى older عن كده. البريفلانس بتاعه بيقل مع الايج برضو. الكوزس لسه محدش قادر يفهمها قوي، بس التريتمنت لو فصل يا جماعة هنرجع تاني. التريتمنت اللي بيبقى ليها بوزيتيف امباكت على السيلف ستيم والسيلف كونفيدنس بتاعت التشيلدرن دول. بعمل اسسمنت وانفستيجيشن عن طريق هيستوري تيكينج، بسال على الانسد بتاعت البيت ويتنج بيعمل كم مره وهو نايم، طيب كميته قد ايه، بيعمل بعد قد ايه من بدايه نومه، هل هو الصبح بيدخل الحمام كم مره، بيبقى فيه سترينينج ولا لا، الفلويد انتيك اخبارها ايه، طب في اي كوموربيديتيز ثانيه اسوشيتد بكونستيبيشن مثلا اسوشيتد بسيستايتس باراسيتيك انفستيشن، الحاجات دي كلها بيستقل عليها. بيتسال لو هو فجاه كان كويس وفجاه حصل له قصه دي في اي سايكولوجيكال سيتويشن هو اتعرض له ولا لا. امتى كفاميلي ميديسن اتعامل معاها وامتى احولها لحد بتاع مسالك يورولوجيكال ريفيرال؟ ده بيحصل امتى؟ لما يبقى النايت تايم مع داي تايم ويتنج، لما يبقى عندي ابنورمال فويدنج يعني انيوجوال بوستر، لما بيجي يعمل بيبقى البوستر بتاعه غريب او بيبقى فيه ديسكمفورت او فيه سترينينج او فيه بور يورين ستريم، عند يو تي اي، عملنا يورين اناليسز او كالتشر ولقينا في يو تي اي او حتى بالهيستوري او في جينيتال ابنورماليتيز، كل دول بحولهم لدكتور المسالك. طيب انا المفروض بتاعي يبدا بجنرال ادفايسز. اول حاجه ما اعملش ريستريكشن للفلويد انتيك، مع فكره البيرنتس اللي بيقعدوا يقولوا ما تشربش ما تشربش، ما ينفعش الشخص البيبي دوت او الطفل دوت لازم يبقى هايدريتد كويس، بس افويد درينكس بعد 6 المغرب، افويد كافينيتد درينكس، ريجولار تويلينج ديورينج ذا داي، بصحي بعد ساعة أو 2 أو 3 من دخوله في النوم، ما بعقبوش أبدا، بعمل ريورد تشارت. ريورد تشارت يعني زي كده تشارت المكافآت، كل ما يبقى فيه دراي نايتس بديله مكافأة أو بيعلم صحة عليها. ما بستعملوش بس في دراي نايتس لأن ده بيعمل إحباط لأطفال ما بيبقوش عارفين يوصلوا للقصة دي، أو ما بيبقاش بيبقى لسه في بداية التريتمنت بتاعه فما بيوصلش للدراي نايتس. فأعمل ريورد حتى للجود بيهيفير، إن هو التزم بان هو ما يشربش ميه بعد الساعه 6، ان هو يدخل التويليت بالفريكوانسي اللي قلت عليها، ان هو حتى ياخد الميديكيشن او يغير الملايه بتاعته بعد ما حصل الكلام ده، بدخلها في الريورد سيستم. طيب تاني حاجه في التريتمنت الالارم، ابدا اصحي او احط انا منبهات او حاجه فايبريتنج، دي بتبقى فيرست لاين للتريتمنت في الناس اللي الجنرال ادفايسز ما بتنفعش معاها. طيب الالارم مش هينفع مع مين؟ مع الناس اللي هي البيت تايم بتاعها البيت ويتنج بتاعها مش فريكوانت، يعني هي مره في الاسبوع، فمش مش مش هقعد انا كل يوم اقلقه واصحيه اعمل له الارمينج. تاني حاجه البيرنتس او الكيرر لما بيبقوا متضايقين من موضوع البيت ويتنج وشايفين ان هو بيردن، فمش هيستنوا فكره الالارم دي، الالارم سواء ان انا اصحيه او ان هو لما يعمل مفروض ان هو يصحى.
الحاجه الثانيه في التريتمنت الديسموبريسن، بنبدا فارماكولوجيكال تريتمنت، بندي ديسموبريسن للاطفال فوق السبع سنين، بالذات لو كان ان انا البريوريتي بتاع التريتمنت انا اعمل رابيد اونس وشورت تيرم امبروفمنت، فببدا بقى فارماكولوجيكال تريتمنت، ما بيبقاش الالارم ساعتها هو الحاجه ديزايربل، بس اخلي بالي اعمل فريود ريستريكشن ساعة قبل ما اخد الدواء و8 ساعات بعد ما اخد الديسموبريسن، وبالتالي بديه في البيت تايم عشان يفضل 8 ساعات وهو نايم ما بيشربش، بكمله لحد 3 شهور، بستعمله مع الاطفال كمان اللي بيبقى عندهم دي تايم سيمتومز، ما عنديش مشكلة ان انا استعمله معاهم، بس لو عندهم دي تايم ويتنج بس لا ما بستعمل، يعني مش بستعمل الديسموبريسن، الديسموبريسن مينلي للنكتورنال انيوريس، لو معاها دي تايم ما فيش مشكلة، لكن هستعمله بس للدي تايم ووكينج لا. طيب عندي من الفارماكولوجيكال تاني الامبرامين والاوكسي بيوتينين، الاثنين دولت ساعات بيبقوا يوزفول و بستعملهم بيجيبوا ريزلتس مع الديسموبريسن. دي ده كده الانيوريس. اخر حاجه في المحاضره بتاعتنا الانكوربليسز، الديفينيشن بتاعها هي باسج اوف فيسز انتو ان ابروبريت بليسز بعد الايج بتاع 4 سنين اللي المفروض ان هو بيحصل فيه كومبليت ديفلوبمنتال للكولون والسفنكترز بتاعته. ممكن يبقى برايمري زي ما اتفقنا في الانيوريسز، وممكن يبقى سكندري. البرايمري هنا مينلي بيبقى في البويز وبيبقى معاهم جلوبال ديفلوبمنتال ديلي وبيبقى معاهم انيوريسز، او سكندري ده بيبقى غالبا سايكولوجيكال ستريسورز اتعرض لها او دخل في حاجه اسمها كونداكت ديس اوردرز، ده واحد من البيهيفيرال ديس اوردرز اللي بيتعرضوا لها للتشيلدرن. ايه الاسباب بتاعته؟ سايكولوجيكال تويلت فوبيا، early toilet training، aggressive management للconstipation، يعني ممكن الaggressive management بتاع الconstipation يدخلني في encorpases اللي هو الباسج بتاع الفيسز، painful defecation و fissures دي الكوزز بتاعته. طيب الencorpases في نوعين، retentive encorpases و non-retentive encorpases. retentive ده بيبقى الباسج بتاع السبول، هتلاقوا اهو الريكتم قدامكم بيبقى ستريتشد على الاخر، ولما بعمل ريكتال اكزامينيشن بلاقي هارد ماسز جواه وبيبقى نازل من تحت فلويدز بتبقى سبويلد كده من حوالين الريكتم، او نون ريتنتيف دي الباسج بتاعت الاستول بس مش بيبقى فيه الهارد ماس اللي احنا بنتكلم عليها. البريستول الشارت اللي احنا شايفينه دوت اللي هو بتاع الاستول، بجيب الام لما بعمل لها انترفيو او الطفل لو هو كبير شويه وبقول له قول لي شكل الاستول شكل انهي واحد في دولت، ده بيسهل لي اكتر في الدايجنوزس بتاعي، احسن من ان هو يقعد يحكي كلام ممكن ما يبقاش عارف يعبر كويس، ممكن ما يبقاش عارف يعمل لي سكريبشن كويس، وبالتالي بيبقى عامل مسليدنج للدايجنوزس بتاعي. الايفالويشن بتاعه لازم احط في دماغي السكشوال والريكتال ابيوز. الفيرست مانجمنت بتاعي ان انا افضي الفيكال ماتيريال دي، بستخدم شورت تيرم يوز للمينرال اويلز او اللاكسيتيف، بس ما بستعملش اللاكسيتيف فور لونج تيرم. بيبقى لازم يبقى معايا بيهيفيرال مانجمنت، ولازم يبقى ريجولار بوست برانديال تويلت سيتنج، لازم بعمل تويلت تريننج تاني، بعمل ادي هاي فايبر دايت، فاميليال سبورت للبيهيفيرال موديفيكيشن، وممكن اعمل جروب او انديفيديوال سايكوثيرابي. في اي حد عنده اي سؤال في المحاضره دي؟ اتمنى ان هي تكون لطيفه عليكم. يعني يا جماعه انتوا رحتوا فين؟ تمام، حاولت اختصر. لا تمام كده، انا حاولت اختصر على قد ما اقدر لان الموضوع مكلكع وصعب حبتين، فانتوا خليكم ملزمين بالمحاضره، انا هبعتها للدكتوره ساره ان شاء الله، وخليكم ملزمين بالكلام اللي في المحاضره، انا هحط اسئله على الكلام اللي في المحاضره ان شاء الله. تمام.